Aslema, Rabel Kliti, عمري 25 سنة, technicienne supérieure en anesthésie et réanimation, من تونس. خرجت من l'université centrale en 2018. إن شاء الله bientôt, باش نبدا الكارير نتاعي في ألمانيا مع هوبيتال بتلاهم Gesundheit Zentrum. كي سمعت بلا بوسيبيليتي بالنسبة للي باغام ديكو بشيخرجو يخدمو في ألبانيا قررت إني نبدا نقرا الألمان. جيت لإيدو كارو بديت معاهم القراية, قريت معاهم الـ A1 للـ B1 بوندون 8 موا, ومن بعد نجحت في الإكزامان تاع الـ B1 تاعي. وانا نقرا في اللغه سمعت بمسوء من جاريه, مشيت قابلته عملت معاه كونسلتاسيون, هو فسر لي مليح ونصحني وقال لي اللي فما دو بروسيدور بوسيبل, سواء نعمل ليكيفالونس نتاع الدبلوم تاعي والا نعمل فورماسيون بروفيسيونيل اون الماني. وانا قررت باش نعمل الفورماسيون بروفيسيونيل باش نجم في المانيا جو سبيسياليز في الريانيماسيون و سوان انتنسيف باش على فان دو كورسوس يكون عندي دبلوم المان اوروبيان يحل لي برشا بيبان. وانا نحضر في الاكزامان تاعي كلمني مسيو امين قال لي فما اونتروتيان مع اوبيتال بتلاهم. دونك قبل الاونتروتيان عملنا كوتشينغ, حضرنا فيه لي كيستيون الكل. مشيت في جانفي عديت الاونتروتيان مع لو ريسبونسابل اون ريسورس اومان لا ديريكتريس دي انفيرميي, والحمد لله بعد 10 ايام كلمني مسيو امين وقال لي انا تقبلت في الاونتروتيان. Heureusement, في جوان جانا الخبر الباهي انه ليكول دي سونس انفيرميير نتاعنا باش تقعد محلوله في سبتمبر. دونك مسيو امين والوبيتال سرعوا في الاجراءات وسابينا لي فيزا نتاعنا, والحمد لله انا توا عندي فيزا وباش نسافر دون 3 جور. اهم كونسي نجم نعطيه هي اللغه, خاطر اللغه هي المفتاح في المانيا. وزيد صبر, العبد لازم يكون صبور شويه خاطر لي بروسيدور ياخذوا شويه وقت, لازم ما نعيشوش باش نحققوا لوبجيكتيف نتاعنا. ونحب نعطي ان بتي كونساي لصحابي اللي نشحوش معايا في الانتروتيان ونقول لهم مازالت الفرص قادمه وان شاء الله دخلتوا بيانتو لالمانيا.